بسم الله الحمد لله رب العالمين وبر الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هلا الشيخ هون ناقل عدة نقول عن المذاهب الأربعة عن شركة المضاربة. ونحن ننقل هنا ما ذكره أئمة العلم والدين حول شركة المضاربة. ليش عم يذكرها؟ لأنه في ناس عم يتلاعبوا بموضوع شركة المضاربة كما مر معنا الجمعة الماضية أو الدرس الماضي قال ولهذا سمعنا من يقول إن فوائد البنوك حلال 100% وإن تحديد الأرباح مسبقا هو الأقرب إلى شريعة الإسلام. هذا ضلال. تحديد إنه واحد أنا هلا شاركت الشيخ وليد يجي يقول له أخي أنا بدي حسب المبلغ أعطيه مثلا لنفرض 100,000 ليرة تركي، بدي 10,000 ليرة تركي كتجار يا شيخ وليد، ربحت خسرت ما لي علاقة، هذا ربا. هلا يجي واحد متفيهق مو معروف رحت أبوه منين، أو واحد دافع له مصاري على طريقة يعني بيفتي على طريقة صندويش البرجر، يعني مين بيدفع؟ نحن بنقدم له وجبة جاهزة، لا هذا بيقدم له فتوى جاهزة، هذا ما لنا علاقة فيه، نحن عم نحكي عن دين الله. ماذا يقول الإمام ابن القيم؟ المفتي يوقع عن ربه، اللي بيفتي عم يوقع عن الله، عم يقول الحكم عند الله كذا، فاللي بيفتي فتوى مشان يرضي حاكم أو يرضي جهة ومشان يكسب له شوية مصاري ويعطوه شوية هيك يعني ظهور بين الناس، هذا يكذب على ربه. الذي يفتي فتوى غير صحيحة وينسبها إلى الله هذا يكذب على ربه. ففوائد البنوك حرام 100%. حنسمع كلام الأئمة الأربعة أو علماء من الأئمة الأربعة. يقول كلام ابن قدامة في المغني، قال الإمام ابن قدامة، مهيك هذا ابن قدامة حنبلي، لا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، نسبة سابقة، هذا مبلغ سابق، مثل أن يشترط المضارب لنفسه جزءا وعشرة دراهم، يعني نسبة ومبلغ، لا نسبة، لذلك قال يشترط أن يكون مشاعا، النسبة، لأنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها، فيحصل على جميع الربح. والله أنا بدي أخي نسبة وتعطيني 1,000 ليرة كل شهر، جوز ما نربح غير 1,000 ليرة، فبكون حصل هو على الربح كله، انتبهنا، والنسبة بينهما لم تحصل، فهذا هو الربا. واحتمل ألا يربحها، جوز ما يربح غيرها وجوز ما يربحها، فيأخذ من رأس المال جزءا فتبطل الشركة. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال المضاربة، لاحظ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة. يعني كل واحد بيجي اليوم بده يشاركه أو تشاركه بيقول لك أو بتقول له أخي أنا بدي حصة مقطوعة، أو حتى لو كان نسبة 50-50 بس بدي فوق منها حصة مقطوعة، شو بتقول له؟ هذا ربا. وهذا كلام ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ، ابن المنذر بينقل الإجماع دائما، ذلك ينقلون عنه، يعني كل مسألة فيه إجماع، يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم. هلأ كلام صاحب الهداية، صاحب الهداية مذهبه حنفي، وقال الإمام المرجناني في كتابه الهداية ومن شرط المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعا، أي غير محدد، لا يستحق أحدهما دراهم مسمى من الربح لأن شرط ذلك يقطع الشركة بينهما. بس حدد شيء مقطوع صار قطعت الشركة، فإن شرط زيادة 10 فله أجر مثله لفساد الشركة. إذا قال أنا بدي نسبة كذا وإجرة كذا، بدي 1,000 ليرة، بقول له نحن ما عاد في عقد بيننا وبينك، أنت بشغلك تأخذ هذا، بصير عقد أجار عند الحنفية، تبانا؟ طيب، فتنقطع الشركة أي تبطل، والربح لرب المال لأنه من ماء ملكه.
أو ملك بكسر الميم. وللعامل أي المضارب أجر المثل. إذا عند الحنفية إذا اشترى بيأخذ أجر المثل. كلام السيد سابق في فقه السنة. وقال السيد سابق الله يرحمه في فقه السنة: ويشترط لصحة المضاربة أن يكون رأس المال معلوما وأن يكون نقدا. يعني ما بيصير يقول له رأس المال والله البناية، لا، نبيعها بعدين نبدأ الشركة. فإن كان حليا يعني ذهب أو عرضا فإنها لا تصح، لابد أن تكون نقدا. ويشترط أن يكون الربح بين العامل أي المضارب وصاحب رأس المال معلوما بالنسبة كالنصف والثلث والربع، فإذا جعل لأحدهما دراهم معلومة بطلت المضاربة. كلام الدكتور وهب الزحيري في كتاب الفقه الإسلامي، والله أنا هذا كنت أرجع له كثير، أستاذنا الدكتور وهب علمنا في كلية الشريعة ورجل فاضل، يعني كتابه ما شاء الله من هولندي، بس هذا بمكتبتي بالشام، مو هون، إن شاء الله بنجيب غيره. كل ما بنأسس مكتب ببلد بنروح ننتقل لبلد ثاني يا شيخ ولي. وقال الدكتور وهب الزحيري في كتابه الفقه الإسلامي، الفقه الإسلامي وأدلته: ومن شروط يا وليد ومن شروط صحة المضاربة أن يكون الربح جزءا مشاعا أي نسبة عشرية أو سهما من الربع، كأن يتفقا على ثلث أو ربع أو نصف. فإذا عين المتعاقدان مقدارا مقطوعا محددا، مثل أن يكون لأحدهما مثلا 100 دينار أو أقل أو أكثر والباقي للآخر، فلا يصح هذا الشرط والمضاربة فاسدة. طبعا هو عم يجيب ردا على كلام بعض من أفتى للبنوك وقال هذا أقرب للشريعة. هلا حنختم بكلام الميداني. مين الميداني؟ أنا منين؟ أنا من الميدان، ميدان تبع الشام، ميدان تبع حلب. لما بيقول كلمة الميداني، مين هو الميداني؟ الشيخ عبد الغني الغنيمي الميداني، هذا يعني نحن ننتسب إليه من طرف الوالدة. ذلك بيقولوا لي أنت يعني الشيخ تنتسب للشيخ عبد الغني، طيب ليش ما طلعت حنفي؟ هو حنفي الله يرحمه. قلت له أنا تربيت عند مشايخي وكانوا شافعية، خلاص مشينا على الطريق. وقال العلامة الميداني في كتاب اللباب، طبعا هو اسمه الشيخ عبد الغني الغنيمي ابن طالب ابن حماده، يعني احنا عيله واحده، غنيمي وحماده عيله واحده، الوالده من بيت الغنيمي والوالد من بيت حماده، فاسمه عبد الغني ابن طالب يا نور ابن حماده. طيب، وقال العلامه الميداني في كتاب اللباب بشرح الكتاب، المتن اسمه الكتاب، هو شرحه سماه اللباب على شرح الكتاب. ومن شرطها أي المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعا، بحيث لا يستحق أحدهما دراهم مسمات من الربح، لأن ذلك يقطع الشركة بينهما لاحتمال أن لا يحصل من الربح إلا قدر ما شرطه. طيب، يقول الشيخ هذا الكتاب كتاب اللباب مقرر على طلاب السنة الثانية الابتدائية بالأزهر والمعاهد الدينية، فكيف يجهل بعض المفتونين ممن ينتسب إلى العلم؟ طبعا هو معتمد بالفتوى بكل العالم الإسلامي على المذهب الحنفي، ومعتمد هون بتركيا كتاب اللباب. فكيف يجهل بعض من المفتونين ممن ينتسب إلى العلم بل يزعم الفتية والاجتهاد أحكام فقهية شرعية قررت على طلاب المدارس الابتدائية؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غدا شركة أخرى إن شاء، لا الشرط الرابع ما خلصنا.